السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وسلامة بإذن الله. استكمالا لتعلمنا أساسيات فلاتر من البداية، احنا آخر مرة كنا اتكلمنا عنها ايه؟ ان احنا عايزين نحط كذا ويدجت بدل ما احنا بنحط ويدجت واحدة. طيب، وكنا آخر مرة اتكلمنا عن الرو، ان احنا بنحط الويدجت بالعرض. طيب احنا دلوقتي عايزين نحط نفس الويدجت بس بالطول مش بالعرض. طيب بنستعمل ايه يا باشمهندس؟ بدل ما بنستعمل الرو جاء من اسمها صف. طب لو انا عايز اعمل بالطول، طول يعني كولوم، عمود، هي دي اسم الويدجت كولوم، ان انت بتحط الويدجت بس بالطول. طيب تعالى بقى اما نمسك واحده واحده نفس البروبرتيز بالظبط اللي في اللهم صل على النبي اللي في الرو، ما فيهاش اي اختلاف. طيب نبدا بالمين اكسس الاينمنت. المين اكسس الاينمنت هي بالظبط مين اكسس الاينمنت لو عملناه دوت سنتر. تعالى اما نشوف ايه اللي هيحصل. اتحركت للسنتر. ايه ده يا باشمهندس؟ بس إيه ما خدتش ليه اللي فوق؟ لا، عشان احنا قلنا الرو بيمشي بالويدجت بالعرض انما الكولوم بالطول، فهو هنا اخد النص. ده في الكروس اكسس الاينمنت. طيب لو قلنا المين اكسس الاينمنت دوت اند، تعالى اما نعمل كنترول اس، ايه اللي هيحصل؟ اخد الاند بس بالعرض، اسف الاند بس بالطول، لان ده كولوم بالطول. طيب ارجع كده هقول له ستارت، هيرجع تاني برضو واقف في الاول خالص. طيب تعالى اما نقول له سبيس بتوين، تفتكر ايه اللي هيحصل قبل ما نظهرها؟ مفروض ان هو سبيس بتوين كان بيبقى في واحده فيهم في الستارت وواحده فيهم في الاند، بس في الرو كان بيبقى يمين وشمال، يبقى في الكولوم هيبقى فين؟ شطار، هيبقى فوق وتحت. طيب سبيس اراوند هي بس المسافه اقصر شويه. طيب سبيس ايفنلي، تعالى كده بقت المسافة أقصر بس سنة بسيطة يعني. طيب تعالى بقى نشوف الكروس اكسس الاينمنت. الكروس اكسس الاينمنت احنا كده لو عملناه في السنتر مش هيأثر في اي حاجة، لان احنا عاملين سبيس ايفنلي. طيب هنقول ان احنا عايزين نشيل المين اكسس الاينمنت، برضو مش هتأثر في اي حاجة، مش هتأثر في اي حاجة خالص، لان احنا ما حركناش اصلا الويدجت اللي في النص. كروس اكسس الاينمنت الويدجتس نفسها الكروس بتاعها تمشي ازاي؟ يعني تمشي، يعني لما انت تحط ويدجت تانية تتحط في النص ولا تبدا من الاول ولا تبدا من الاخر وهكذا. طيب تعالى اما نشوف اللي احنا عملناه في الرو اللي هو الاسترتش. تعالى اما نعمل كنترول اس، شفت اخي ايه اللي حصل؟ الاسترتش في الكولوم اخدها بالعرض مش بالطول. في الرو الاسترتش اثر بالطول، اثر ايه؟ بالطول، يعني الويدجت كانت واخده الطول كله. طيب الاسترتش في الكولوم اخد العرض كله. لحد كده في حاجه صعبه؟ الاسترتش في الكولوم اخد العرض كله. بعد كده بقيت الخواص هيها بالظبط، برضو الفيرتيكال دايركشن برضو داون. التكست بيز لاين ده قلنا الترتيب، والمين اكسس الاينمنت خلاص. المين اكسس سايز نفس الفكره بالظبط. تعالى اما نشوف بقول له فيها المين اكسس بتاعك تاخد منه المين ولا الماكس. تعالى اما اقول له مثلا انا عايز اخد المين، هي مش باينه دلوقتي بس هي هتبان زي ما قلت لك في وجه التانية، انا بس عشان حاطط الكولوم جوه البادي فهو واخد الوسع كله. طب لو قلت له خد الماكس برضه مش هتبان، بس هو عموما بياخد اصغر مساحه من المين اكسس بتاعك سواء كنت طول او عرض على حسب الوجهه اللي انت بتستعملها او الماكس. ده كده الكولوم. اتمنى يكون المعلومه وصلت. لو في اي حاجه غابت عنك ارجع للفيديو وعيده اكتر من مره. وانت عندك هنا الرو والكولوم، انا عايز اعمل وجه بالعرض بستعمل رو، عايز اعمل ويدجت بالطول بستعمل كولوم، بس هل دول بس؟ لا، بيبقى في ويدجت تانية
تستعملها برضو، ألا وهي اسمها ليست فيو، بس مش هنتكلم عليها دلوقتي، لسه قدام شوية عشان بس ايه نمشي بالترتيب واحدة واحدة. وأتمنى يكون المعلومة وصلت، ولا تنسونا بالدعاء، وما تنساش الاشتراك والسبسكرايب اللي هو أصلا الاتنين واحد ولايك وشير، واشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.